السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبدو من قناة ELG. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نظبط محرك ايفيكو كورسل 13. خليكم معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله بإذن الله هتستفادوا معانا كتير. طبعا ان شاء الله باذن الله هنبدا نظبط المكنه، نبدا نظبط المحرك على البلوم. اول شرح على البلوم، بتجيب معانا بيستم نمره 1، مانيفول وشكمان ورشاش نمره 5، مانيفول 40، شكمان 60. بعد ما بنقرط على الصامول التكييف لازم نتأكد الكولر مظبوط زي ما ظبطنا ولا لا. بالنسبة لرشاش نمرة 5 بقى، الرشاش ظبطته بنحل على الصامولة، بنحل على الصامولة خالص، وبعد ما نحل على الصامولة نفضل نربط على الرشاش لما يجيب آخر. وبعد ما نحل على الصامولة ونجيب اخر رشاش رباط، بظبط مثلا بيبقى زي كده صغيرة، بظبط اتجاهها اتجاه كده مثلا، بلفها حوالي بتبقى 180 درجة. 180 درجة بتبقى بتجيب معاه ال 180 درجة، بيجيب معاه المسافة دي كده لفة كاملة وسنة صغيرة بعد اللفة الكاملة. دلوقتي لفينا وجبنا الشرطة التانية. الشرطة التانية بتجيب معانا رشاش نمرة 1 في بيستم، رشاش في نمرة بيستم في بيستم نمرة 1، وبتجيب معانا مانيفول وشكمان في نمرة 4. احنا ظبطنا مانيفول وشكمان نمرة 4 وهنظبط رشاش نمرة 1. زي ما قلنا الرشاش هنوجه مثلا البيبة لناحية قدام، واجيب البيبة نص لفة، اجيبها العكس، بعد ما اجيبها العكس اجيب سنة زيادة بس عن ده، هنوقف وبعد كده بورط عليها.
ننزل نجيب اللفة اللي بعديها. دلوقتي لفينا وجبنا الشرطة التالتة. الشرطة التالتة بتدينا منافول في بيست النمرة 2، منافول وشكمان ورشاش نمرة 4. كده اللي تالت لفة ظبطنا فيها ظبطنا فيها مانيفولد زائد شكمان في بيستم نمرة 2 وبيستم نمرة 4 رشاش. ننزل نجيب اللفة اللي بعد كده ونرجع نظبط تاني. جبنا رابع لفة كده على الظلام تحت، رشاش نمرة 2 وستة منافل وشكمان. لفة نمرة 4 جبنا فيها الرشاش نمرة 2 ومانيفولد وشكمان نمرة 6. هننزل نجيب اللفة الخامسة نمرة 5 تحت على الظلام. طبعا احنا كده جبنا اللفة الخامسة تحت على الظلام، تدينا 3 مانيفولد وشكمان و6 رشاش.
كده احنا خلصنا اللفة الخامسة رقم 5، جبنا فيها مانيفولد وشكمان نمرة 3، بس النمرة 3 ورشاش نمرة 6، تعبت النمرة 6، هنزل اجيب اخر لفة وهنظبط اخر حاجة ان شاء الله. اخر لفة، اخر لفة كده معانا، اخر حاجة نظبطها 3، بست النمرة 3 رشاش. وبست النمرة 5 مانيفولد مانيفولد وشكمان. راجع عليهم كلهم برضه باليد واللومه، الحمد لله. خلصنا. وهنبدأ نضور مع بعضينا ونشوف الدنيا فيها ايه ونسمع الصوت مع بعضينا.